مثنى حيصاب راب مريم شاب حين انددت قد خل بريات هولا بحنانا. كذلك يجب أن يكون الشمامسة ذو وقار لا ذو لسانين، غير ملاعين بالخمر الكثير ولا طامعين بالربح القبيح، ولهم سر الإيمان بضمير طاهر. نعم لكم وسلام من الله بنا والرب يسوع المسيح. متابعينا الأكارم، متابعي قناة القيامة، معكم حلقة جديدة متميزة من برنامج خدام الرب. ضيفنا الشماس الإنجيلي نذير داود ياقو الهربولي، مسؤول شمامسة كنيسة مارغورغيس بيرسيف العراق. يا أهلا وسهلا شماسنا الغالي. أهلا وسهلا بيك أخي جنان، الله يقويكم يا رب ويحفظكم، وإن شاء الله دائما تكونوا متقدمين بخدمة الشعب وخدمة الكنيسة، الله يقويكم. شماسنا ممنونين لقبول دعوتنا، وهاليوم نريد نعرف جمهورنا هالخدمة المباركة اللي تتقدمها بكنائسنا في شمال العراق بشكل عام. متابعينا الأكارم، ضيفنا بالأصل هو من قرية هربولة، مولود في قرية بهنونة ومترعرع بين زاخو وبغداد. شماسنا نذير، فترة الطفولة نتمنى تحكينا شوية عليها، وين كانت بالتحديد؟ بزاخو، بغداد، وغرس محبة الخدمة بالكنيسة، من كان إلى التأثير الأقوى على شخصك؟ أكيد أخو جنان، أنا انولدت في قرية بهنونة وترعرعت في زاخو، إجينا لزاخو بالأيام الهجرة، طلعنا من القرية وجينا على زاخو، بعدين بقينا فترة في زاخو، بعدها طلعنا على بغداد. فدراستي بديتها في بغداد الابتدائية، وكنت في منطقة بغداد جديدة عند الأب فيليب هيلاي كنيسة مريم العذراء، بعدها صارت مار إيليا. فأكيد أنا ترعرعت على يد الأب فيليب هيلاي، أخذت التناول الأول عنده، ودائما كنت أخدم الكنيسة، وكان يشجعنا بالخدمة في داخل كنيسة مريم العذراء كانت بوقتها اسمها. فأكيد كثير كان الأب الروحي إلنا يعني، والمرشد الروحي إلنا دائما يعني، كان دائما يشجعنا ويقوينا ويساعدنا. وأكيد هاي الفترة كانت كلش مهمة في حياتي صراحة، كان دور الأهل خاصة الوالدتي هي كان دائما تشجعنا، تصحينا من الصبح على مود نروح على القداس، حتى بطفولتنا يعني كان كثير يشجعونا. وأبونا فيليب هيلاي الله يرحمه كان دائما يشجعنا يساعدنا على مود دائما نكون حاضرين بالخدمة يعني بالكنيسة، دائما نكون متواجدين بالتعليم المسيحي، يعني كثير أمور كان هو يساعدنا بها الله يرحمه. شماسنا، المعروف على أبونا فيليب هيلاي يهتم كثير بالموسيقى وبالجوقة، تأثرت بهالأمور؟ تعلمت شيء من أبونا فيليب هيلاي كترتيل؟ أكيد أكيد، أبونا فيليب هيلاي كان يشجع يعني، كان يعلمنا النوتات، كان يعلمنا الموسيقى يعني، كان هو يقول مثلا انتم شوفوا رغبتكم في اي آلة، حتى يعني كان كنا نحن نختار الآلات الموسيقية، بس صراحة ما كنت استمر يعني على مود مثلا الدراسة والعمل، فما كنا دائما نستمر بالموسيقى يعني، كان صراحة يعجبنا لكن ما كنا نستمر. عندي واحد من اخوتي حاليا في امريكا انه يعزف لحد الان، هو يعني من فضل ابونا فيليب هيلاي اللي علمه الموسيقى. فبالنسبة للترتيل، بالنسبة للخدمة، أكيد كثير ساعدني أبونا فيليب الله يرحمه، ساعدني بالمقامات بكثير أمور صراحة.
نتمنى تسمع جمهورنا ترتيلة من ذاك الزمن. أكيد من ذاك الزمن هو إحنا عندنا الحضرة، لأن أنا تعلمت بالسيمينير بالدير الكهنوتي. هاي تقال بزمن الصليب. أيلين قيم بويت مريا بليلى واتا هام زمني الحي حتى طارا وذم محسيا ننصب تقنو ما يكون باز ميرا تدروحا شبح وودام ورمل كادا حصيدا وفرقان بصلي ويم ويولان فغري وذميم وروزين كلهن قديشين قاعن لي قديش 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 ما حيكون. آمين. صلاة مقبولة شماسنا، الله يقويك. شكرا متابعينا. الشماس الإنجيلي نذير داود الهربولي ذكر السمينير. إذن معلومة جميلة مهمة، موضوع مهم لازم نتطرق عليه، مرحلة مهمة بحياة شماسنا شماس نذير. بمرحلة المتوسطة قرر ضيفنا الشماس الإنجيلي نذير الهربولي الدخول إلى الدير الكهنوتي للكلدان في منطقة الدورة حي الميكانيك بغداد. هالأحداث كانت من عام 1981 إلى عام 1986، طبعا ما دخل وحدة لمدة 5 سنوات. بالدخول كان معه أخوه شوكت، أكيد سلامنا إله، وابن العم، يعني ثلاث أشخاص من نفس البيت. أحكينا على ذيك الفترة، هل تأثرت بشخص معين أو الدعوة شون حسيت بيها والاستفادة اللي استفادت من أدها خلال هالخمس سنوات شماسنا ماذا كانت؟ هل هي مستمرة هالاستفادة إلى حد الآن؟ نعم أكيد أخو جنان، مثل ما قلت لك إحنا تربينا تربية دينية على يد الأب فيليب هيلاي، يعني كان كثير يهتم بينا، وحسينا بهاي الدعوة من خلال إرشاداته، من خلال دائما لقاءاتنا مع أبونا فيليب هيلاي. شجعنا أنه ندخل السيمينير، لأن اكتشف عندنا هي موجودة، كانت الدعوة دعوة الكهنوتية، فأكيد دخلنا للسيمينير. هو كان معانا، يعني صراحة هو كان أكثر مهتم حتى من والدي الله يرحمه. شجعنا ودخلنا للسيمينير للدير الكهنوتي في الميكانيك. فأكيد تعرفين يعني حبينا هاي الدعوة كثير، كان عندي كثير رغبة. شفنا حتى يعني المدارس مالتنا تحولت هناك. بالدير الكهنوتي يعني سوينا صداقات كثيرة حلوة أكيد، وتعلمنا نظام لحياتنا، وتعلمنا أيضا أنه حبنا للصلاة، أنه استمراريتنا بالصلاة كثير مهمة. كل يعني عمل نقوم به لازم نصلي، كل وجبة أكل يعني ناكل لازم قبلها نصلي، بعد ما نخلص لازم نشكر الله. فكثير أمور تعلمناها من دير الكهنوتي صراحة، عنده أفضال على حياتي كثيرة كثيرة صراحة. بالنسبة إلي، لأن تأثيره كلش قوي كان على حياتي، فنعمة كبيرة أكيد. تعلمت هناك مثلا القراءة والكتابة الكلدانية،
بعض الصلوات اللي تعلمتها هناك، تقدر تشاركنا بيها؟ أكيد. أنا أكيد أول سنة تعلمت القراءة والكتابة الكلدانية. نعم. تعلمتها قراءة وكتابة، لأن تعرفين لازم تتهيئين للكهنوت تصيرين كاهن، تصير الإنسان يصير كاهن هناك. تعلمنا كثير من الصلوات، كان عندنا وقت فراغ يعني دائما يشجعنا الأب نشليمون، كان الله يذكره بالخير ويعطيه الصحة والعافية، هو كان مدير الدير. نعم. كان يشجعنا أنه ندخل للمكتبة المطالعة، احنا عندنا فترة المطالعة كنا ندخل للمكتبة، فكنا نعم. نحن نختار الكتب. فصراحة أنا بوقتها أخذت كتاب صغير كان موجود، أخذت من عنده صلاة كثير عجبتني، وهي من هذاك اليوم من سنة 81 لحد الآن هي معايا، كل ليلة أصليها قبل النوم. آمين. حتى علمت الأطفال، علمت زوجتي أكيد عليها، كلش حلوة يعني. تشاركنا هالصلاة؟ إذا تحبين تسمعيها راح نتمنى، وأنا الممنون. نعم. هي بالعربي، بالعربي كانت. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اغفر لي يا رب ما خطئت في هذا النهار، وهب لي رقادا مريحا، ونجني من الأحلام الشريرة والأشباح السمجة والأفكار الأثيمة، وارسل إلي من علو سمائك ملائكة السلام ليحرسوني من كل شر ومكروه، يا من تحيا وتملك إلى دهر الداهرين. آمين. آمين. يا سيدتي ومحاميتي. لا بعد تكملة معاها للعذراء مريم. نعم. يا سيدتي ومحامية عني يا والدة الله القديرة، إني أضع ذاتي بين يديك الطاهرتين، فألقي علي ظلال حمايتك وحنانك الوالدي، وألقي نظرك الرؤوف إلي، وحامي عني في هذا الليل، وحولي عن عبدك سهام العدو، وامنحيني السلام والطمأنينة يا موئل الخطأ. آمين. آمين. من السمنارية اللي كانوا معك بالمعهد آنذاك اللي صاروا حاليا آباء يمكن مطارنا، من هم وعندك علاقة قويهم لحد الآن؟ أكيد كان معاي سيدنا بشار اللي هو رسمني الرسامة الإنجيلية. مطران بشار هو رئيس أساقفة أربيل، كان معاي بالسمينير، كنا إخوة مع بعض، ولحد الآن كثير من الأحيان نلتقي مع بعض أو يعني تصير اتصالات مع سيدنا بشار. أكيد يعني ما يقصر، أخ وصديق، وهو أكيد مثلث الرحمة. بالنسبة للآباء الكهنة، كثير من الآباء الكهنة اللي كانوا معاي، منهم أبونا خالد ياقو، منهم أبونا فريد كينا، منهم أبونا سامي الرئيس اللي هو كان سامي عبد الأحد، أبونا ماهر غوريال، يعني كثير كثير، أبونا فوزي، أبونا سالم ساكا كان معنا، أبونا عبد الخالق، أبونا صبري، أبونا دنحة الراهب أيضا إجانا من دير الرهبان وإجا أخذ الكهنوت عندنا، فكان أخ كلش عزيز علي هو لحد الآن، أنا دائما اتصال معه ودائما علاقتنا كلش قوية. وأكيد أبونا عمانوئيل أيضا كان من الرهبان، فأكيد كثير من الإخوة الكهنة يعني هم أخوتي، تعرفين نحن عشنا مع بعض بالسمينير بالدير الكهنوتي، فأكيد لحد الآن الحمد لله نشكر الله أنه هالعلاقات موجودة لحد الآن. إذا شماسنا حضرتك ممنون من هالخمس سنوات اللي عشتها بالدير وتعلمت بيها وسويت علاقات جميلة، ولحد الآن هالعلاقات الأخوية موجودة. أكيد أشكر الله على هاي النعمة. آمين. نعمة كبيرة كانت لي. عام 1986 طلعت من المعهد، سويت شماسنا والخدمة مالتك بالكنيسة استمرت لو انقطعت؟ يعني بين قوسين صار ذاك الوقت شكو ماكو. أكيد بالنسبة لي بعد ما خرجت من الدير الكهنوتي أكيد. نعم. كنت موجود أيضا مع أبونا فيليب الله يرحمه،
دائما كنت متواجد معاه بالكنيسة، مع العلم العطل الصيفية أيضا كنت دائما معاه أساعده بالكنيسة، تعرفين طالب كليريكي باعتبار، فكنت أعلم اللغة الكلدانية بالكنيسة. كان عندنا صفوف، كان يعمل لنا صفين، كنا نعلمهم اللغة الكلدانية، ومع أكيد التعليم المسيحي للأخوي للشباب وللطلبة. فكثير كنا، كانت خدمتنا دائما متواجدة، حتى بعد خروجي من السمينير كنت أساعد أبونا فيليب هلال الله يرحمه. آمين يا رب. عام 1998 تمت الرسامة الرسائلية لشماسنا نذير على يد سيادة المطران جاك إسحاق، وبزمن مثلث الرحمات سيدنا رافائيل بيداويد. هاي الأحداث بيا كنيسة كانت شماسنا قبلها أكيد كنت تخدم نعم قبلها كنت تخدم خدمة الشماسية أيضا. نعم أكيد أكيد، أنا كنت أخدم حتى بكنيسة مريم العذراء، بعدين صارت مرئيلية أيضا خدمت، كنت دائما أخدم القداس. نعم. أقرأ رسالة يعني. نعم. حولنا احنا كعائله، يعني كعائله تحول بيتي الى منطقه الدوره، فصرت بالدير الكهنوتي. كان اكو كنيسه مار بطرس وباولوس خارج الدير، نفس يعني داخل السياج، داخل المساحه الدير الكهنوتي، تابعه للدير الكهنوتي. فكنت اكيد دائما اخدم ايضا هناك مع اخوتي الشمامسه، كنا نخدم الكنيسه دائما، صلاه الرمش، الورديه، قلب يسوع، أخوية قلب يسوع، كنا نخدم هناك. وبعدين رسمت شماس رسائلي بال98 نفس الكنيسة، كنيسة مار بطرس وبولوس. عام 2013 حصلت على الرسامة الإنجيلية، كانت هالأحداث بكاتدرائية زاخو على يد سيادة المطران مار بشار وردة، وسلامنا إله. وأحكينا على ذاك اليوم المميز من بغداد إلى زاخو، تحكينا سبب التحول. أيضا كان أكو تحضيرات معينة قبل الرسامة الإنجيلية شماسنا، والرسامة الإنجيلية معلومة لجميع متابعينا هي أول رتبة كهنوتية، فهنا تحتاج توقيع المدام شماسنا. بما أنه حضرتك الرب منعم عليك بعائلة، سلامنا المدام نهرين وخمس بنات، أكيد الرب يفرحك بيهم. أكيد بالفترة هاي كنت أنا في زاخو، لما طلعنا من بغداد جينا على زاخو، بعدين تحولت إلى بيرسبة، بعدين صارت الدعوة للشماسية الإنجيلية من قبل سيدنا بشار الله يحفظه ويقويه رب. بعدين بعثنا على مدة تهيئة للرسامة الإنجيلية، أبونا سالم ساكة إجا أنطانا محاضرات، إحنا كنا ثلاثة، أني وهسه حاليا أبونا سمير غوريال والأخ الشماس سالم بالمحلة محلة النصارى. فأكيد كنا ثلاثتنا أنطانا يعني كثير محاضرات على مود نتهيئ للشماس الإنجيلي، نتهيئ للخدمة. وأبونا ثار أيضا أكيد أيضا انطانا كثير من النصائح، من اللقاءات، كثير أمور انطانا إياها على مود نقدر نهيئ نفسنا للرسامة الإنجيلية. المدام احتاجت توقيعه، شلون قنعته؟ أكيد أكيد بالنسبة للمدام يعني أشكر الله على زوجتي نهرين. أول ما حكيت فتحت الموضوع معاها أني عندي دعوة، أو سيادة المطران دعاني أنه أصير يعني يرسمني شماس إنجيلي. فأول ما قلت له نهرين أنه هالشكل، قالت أوكي ما دام لخدمة الكنيسة أوكي تشجع. هي شجعتني، هي أنطتني هالقوة على مود يعني أتقدم للأمام دائما بخدمة كنيستي، بخدمة عائلتي. أكيد حضرتك فهي شجعتني صراحة. والمدام عندكم نفس الميول الخدمة بالكنيسة؟
أكيد، لأن هي أصلا كانت بمحلة النصارى، أيضا كاتدرائية مارغورغيس في محلة النصارى، كانت أيضا تخدم، يعني تخدم مع الماسيرات، كانت تخدم داخل الكنيسة بالأخوية، خوية مريم العذراء، يعني كثير هي أيضا كان عندها نشاط بداخل الكنيسة قبل ما تتزوج يعني. فهي نعمة كبيرة أيضا ساعدتني أكيد. خلنا نتكلم شوية على صفات الشماسية وكيف تنعكس على حياتك كشماسنا. ذكرنا بعام 1998 صرت شماس رسمي، ولكن قبل كنت تتخدم هالخدمة، تمام الكلام؟ صحيح؟ أكيد أكيد صحيح. فهنا من الكتاب المقدس يقول: كذلك يجب أن يكون الشمامسة ذو وقار، لا ذو لسانين، غير ملعين بالخمر الكثير، ولا طامعين بالربح القبيح، ولا هم سر الإيمان بضمير طاهر. شماسنا كيف تعكس صفات الشماس في حياتك بهالزمن؟ أكيد أنا قلت لك بالقرية، أشكر الله، يعني قرية دا أعيش بيها بيرسيفة ودا أخدم بيرسيفة، وأيضا يعني أشكر الله على هاي النعمة أنه دا أخدم بيرسيفة، مثلا الخدمة مالي هي مو بس داخل الكنيسة، إنما دا أخدم لمن دا أناولهم الجسد ودم المسيح للمرضى للكبار بالسن، هاي كل أحد تقريبا دا أنطيهم، أنا دا أوزع القربان، زائدا أي واحد عنده يعني شيء أقدر أقوم به. وأصلا كنت قبل هاي الفترة كنت مسؤول الأخوية، كنت أيضا أنطيهم محاضرات، يعني كثير أمور كان عندي موجودة بداخل القرية. وإذا طلب مثلا سيادة المطران مني أي شيء خارج القرية أيضا راح أكون أكيد متواجد، ودائما أنا حاضر للخدمة يعني للأبرشية كلها. هنا قصدك سيادة المطران سيدنا فيليكس اللي هو راعي الأبرشية حاليا؟ نعم سيادة المطران، نعم سلام سيدنا إلى. فيليكس حاليا هو، الله يقويك، شكرا. أكيد نشكر الله عليه، لأن يعني أكيد كثير متفاهم، كثير يعني يرحب بكل شيء، بكل خدمة للأبرشية يعني. فأكيد فهذا نعمة كبيرة لنا كلش. وأكيد نسيت أذكر أيضا أبونا جوني، الأب جوني داود، هو حاليا راعينا، راعي الكنيسة مارغورغيس بيرسيفة. فأكيد أيضا نشكر الله عليه، لأن أيضا تعرفين يمكن معروف هو أبونا جوني بالصوت، صوت الحلو الملائكي، وعنده المام كلش قوي بالطقس، فكثير دا يساعدني أنا أيضا، يعني مو بس الأخوة الشمامسة والشماسات، لكن أكيد دا يساعدني كثير. ونشكر الله دا يخدم بكل محبة، دا يخدم بكل روح حقيقية للخدمة يعني. أكيد نشكر الرب على جميع آبائنا، لأنه كلهم نعمة إلنا، الكل تيخدم بقدر الإمكان. شماس، يوم الأحد بالنسبة إليك شنو هو الأولوية مالته؟ أكيد أولوية يوم الأحد هو للكنيسة، يعني للقداس الصبح، يعني ما أقدر إذا ما أروح قداس الصبح كأنه أنا مضيع كل شيء يعني صراحة. قداس الصبح عندي خط أحمر، يوم الأحد خاصة كلش مهم عندي الأحد. أنا حتى بالعمل أنه موصي أنه ممنوع واحد يخابرني على مود الشغل، لأن يومي خاص لخدمة القرية ولتقديس نفسي صراحة وللعائلة، عرفتي كيف يعني. الأحد عندي فد خاص، خاص شيء خاص يعني، مداخلة شماس قلت يوم الأحد خط أحمر، ماذا عن العائلة؟ نعم. مدام نهرين وما شاء الله عندك 5 بنات أيضا، نعم يومهم يوم الأحد خط أحمر، الكل يروح للقداس، الأولوية هو حضور القداس أولا يوم الأحد. أكيد بالنسبة للعائلة الحمد لله نشكر الله أنه ننهض كلتنا، حتى مع الأطفال وزوجتي نهرين
ونطلع أهم شيء هو القداس، يعني نطلع نتقدس وبعدين نجي مثلا خطية ينتظروني مرات، يعني ما يفطرون يتأخرون إلى أن أخلص يعني جسد ودم المسيح أوزع على القرية للمرضى للناس كبار السن، أكمل يلا أجي مرات أفطر مرات الفطور مالتهم يصير ب12 يعني خطية ب12 نعم. بالوحدة يعني نتأخر. نعم أكيد من أجل الخدمة أيضا يتحملون، يعني خطية الأطفال كلهم قاعدين من الصبح وطالعين على القداس، فمرات ينتظرون إلى أن على مود نفطر كلتنا مع بعض، لأن يوم الأحد قلت لك خاص يعني شيء خاص أنه الكل مع بعض، العائلة مع بعض تلتم، صلاة جماعية مع بعض، يعني كل شيء مع بعض، يعني فشي كلش حلو صراحة خاص قلت لك بيه يوم الأحد عندي كلش خاص. والدك والدتك منذ الصغر وجهوك إلى الخدمة بالكنيسة، ماذا عنك شماسنا؟ توجه البنات أيضا لتقديم الخدمة بالكنيسة؟ يخدمون بالقداس؟ أكيد قلت لك أشكر الله على المرحوم والدي، والله ينطي عمر الطويل لوالدتي اللي حاليا موجودة في أمريكا، فأكيد ربوني تربية كنسية حقيقة للخدمة. أنا بدوري أيضا اليوم أنه دائما أشجع البنات أنه دائما يتواجدون بالكنيسة، لأن أهم شيء هي التربية الدينية أو الإيمان اللي راح يأخذوه من الكنيسة صراحة. فعندي بنتي الكبيرة مريم اللي هي بالجوقة، جوقة مارغورغيز بيرسيفي، عندي الأخرى الثانية كريستينا اللي هي شماسة وأيضا معلمة تعليم مسيحي، شماسة بداخل الكنيسة وأيضا معلمة بالتعليم المسيحي. الثالثة هي بالأخوية، وبعدين المارينا يعني الثالثة، بعدين تجي جوزفين اللي هي بالابتدائية، وعندي مانويلا طفلة صغيرة، أيضا هذولي دائما بالتعليم المسيحي. فقلت لك أنه توجيه العائلة دائما نحو الكنيسة، لأن ما نقدر نعيش بلا كنيسة صراحة، لأن هي الأمة الحقيقية لنا. آمين يا رب. الآن نتمنى تسمع الجمهور إحدى الصلوات المختارة من حضرتك شماس. أكيد أكو في زمن تقديس البيعة هي أم مرليعيتا، رح أقول بيت الأخير، أمر لي عيتا أيكام طويات تونيخ أونيخ خال كبام إن دامي دمر ومر بختوين دع الكيبا عيون العيتا. آمين يا رب. بعدنا نتكلم على العائلة ودور الشماس الإنجيلي رب العائلة نذير داود الهربولي في توجيه العائلة. متابعينا شماسنا ومدام نهرين اثنيناتهم أبناء الكنيسة منذ الصغر، والبنات توجهوهم أيضا إلى الخدمة بالكنيسة بقدر الإمكان.
قبل اللقاء لما تحدثنا مع شماس نذير قال عندنا الصلاة الجماعية بالعائلة مهمة جدا، وذكر كثير أمور على أهمية الصلاة الجماعية خاصة الوردية. شماسنا نتمنى تنطي صورة واضحة جمهورنا مدى أهمية الصلاة الجماعية. أكيد أختي العزيزة، بالنسبة للصلاة الجماعية صراحة هي كلش مهمة للعائلة. يعني أنا أتصور وأؤمن، يعني مو بس أتصور، أنه هي تقوي الروابط، هي تنطي نعم كثيرة للعائلة. فصراحة حتى بزمن مثلا بالكنيسة أكو وردية، أنا ما لحق لأن بسبب عملي يعني أجي متأخر بالسبعة، الوردية تكون بالأربعة، فصراحة البنات يروحون للوردية، لكن لما نجي يجون على البيت أو نجي نجتمع كلتنا بالبيت أنه نقوم كلتنا ونصلي صلاة الوردية مع بعض، صلاة جماعية. حتى كثير أفرح لما أشوف عندي آخر بنت الصغيرة، آخر الكل يعني الصغيرة، آخر العنقود نسميها، لما تبرك أمام صورة العائلة المقدسة وبيدها الشمعة وتخليها قدام العائلة المقدسة وتبرك وتصلي معانا، يعني فهي أكيد نعمة عظيمة. يعني تعرفين يعني هاي نعمة الله منعم علي بيها كثيرة. نعم الله علي، يعني صراحة أنا كثير أفرح وكثير أتشجع وكثير أشجع البنات وزوجتي أنه مهم جدا الصلاة الجماعية خاصة بالعائلة. يعني صلاة نجتمع مع بعض ونصلي مع بعض، فالنعمة كبيرة أكيد. ماذا عن الكتاب المقدس؟ أكيد بالنسبة للكتاب المقدس أيضا كلش مهم في حياة الإنسان. يعني إحنا تعرفين الكتاب المقدس هو كلمة الله إلنا، يعني فأكيد كلش مهم. يعني أنا كنت دائما عندي برنامج بالتليفون، يعني بوقت العمل كثير من الأحيان، يعني مدة أقولش يوميا أو دائما، لكن كثير من الأحيان كنت أسمع الكتاب المقدس أو المزامير، يعني كلمة الله دائما أسمعها حتى في عملي. بس أكيد أشكر الله على نعمة، أكو نعمة أخرى في حياتي اللي هي نعمة طريق موعوظين الجديد. خلال هذا الطريق من يا سنة شماس؟ أكيد أنا من سنة 2011 لحد الآن، وكنت مسؤول الطريق في بيرسيفي، كنت مسؤول الطريق أنا وزوجتي نهرين، دخلنا مع بعض وبقينا مسؤولين لحد قبل شهرين تقريباً. عارفين كثر المسؤوليات علي، العائلة، ضغط العمل، فانطيتها المسؤولية لأخ واحد من الأخوة في قرية بيرسيفي اللي هو اسمه غورغيس شماس، أيضا انطيتها قلت له أنت تكون مسؤول للطريق. لكن قلت لك الطريق كثير خدمني بهذا الأمر، كتاب المقدس. كيف؟ عندنا لقاءين بالأسبوع، يعني عندنا قراءات العهد القديم، عندنا قراءات العهد الجديد، عندنا الإفخارستية أيضا يوم السبت، عندنا معايشات. فأكيد كثير دنداوم بالقراءة، قراءة الكتاب المقدس يعني صارت بالأسبوع تقريبا أربع مرات، بالأسبوع أربع مرات نتصفح الكتاب المقدس، نتغذى من الكتاب المقدس. فأكيد هاي أيضا نعمة كبيرة صراحة في حياتي، فأي أيضا الله خدمني بها، الله أنطاني هاي النعمة أيضا. فهذا الله دائما ينعم علي بالنعم الكبيرة، فأكيد نعمة كبيرة هاي أيضا. آمين. متابعي قناة القيامة، ضيفنا شماس الإنجيلي نذير الهربولي، تحصيل العلمي معهد فني موصل، حاليا طبيعة العمل مقاول صحيات، وأيضا يتشفع عند العائلة المقدسة ذكرها بصلاة الجماعة، وشفيعة مار يوسف ومار غورغيس. احكينا على هالشفاعة، وهل أكو تجربة تقدر تشاركنا بيها؟ أكيد بالنسبة إلي، يعني من زمن كنت في بغداد وقبلها، يعني من زمان كان دائما شفيع العائلة. صراحة أنا من تزوجت من خطبت خليت إنه شفيع العائلة مالي هي يسوع ومريم مار يوسف.
صراحة العائلة المقدسة هم شفيع العائلة مالي، وأكيد ما كنت أقدر يعني لا أني ولا زوجتي ولا أطفالي يوميا قبل النوم يعني آخر شيء أنه لازم نقول يسوع مريم مار يوسف جسدي، يعني كل ما أملك أنه أسلمهم بين إيديكم، حياتي روحي كل شيء أسلمهم بين إيديهم. يعني صراحة تسليم الذات العائلة المقدسة المباركة، فكانت دائما تحمي حياتي. حتى صارت موقف في بغداد، يعني تعرضت لموقف خطف، فما عرفت إيش أسوي، يعني ما عندي غير بس يسوع ومريم مار يوسف. فبالمسيحي بقلبي قلت هم الخاطفين موجودين ماسكيني، وأني قلت يا إيشو مريم مار يوسف قاني وفغري تسليم دي يوخن يسوع ومريم مار يوسف جسدي نفسي أسلمهم بين إيديكم. ما حسيت إلا شوية ضرب وكذا، لكن عافوني البقية انقتلوا. فأكيد شفاعتهم كلش يعني عجيب يعملون في حياتنا، كثير من الأحيان ما نشوفها، لكن أكيد كثير نعم دا ينطونا من خلال هالشفاعة. وبالنسبة لشفيعي مار جورجيس في بيرسيفي، صراحة صارت حالة أنه بنتي كانت كثير مريضة، فوديتها تقريبا 5-6 أطباء، كل واحد هذا تعرفين تحاليل وفحوصات وأدوية ما فاد معاها. آخر شيء فد يوم بالليل 10:30 بالليل قلت لزوجتي نهرين قومي، قامت قلت لها خلي الأغراض خلي الأولاد بالسيارة، خليتهم بالسيارة وطلعنا إلى كنيسة مار جورجيس يلي هي كنيستنا، كنيسة القرية بيرسيبي. فدخلنا ونمنا أمام المذبح تحت، نمنا هناك هذيك الليلة. فأكيد صدقيني أني ما عرفت، يعني أني ما حسيت، لأن تعرفين أني كنت تعبان كثير بالشغل، لكن زوجتي نهرين يعني قالوا فشي كلش حلو. يعني قالت أني قعدت بالليل حسيت واحد موجود بالكنيسة، قالت شفت شون الصورة مال مار جورجيس، إجا خلى إيده على بنتي على رأسها، وإجا خلى إيده على رأس بنتها الثانية من أيضا كانت شوية مريضة بس مو ذاك المرض. يعني قعدنا الصبح بالستة، هي ما حد يا ما قالت لي يعني صار، قعدنا الصبح شلت الأطفال خليتهم بالسيارة كانوا نايمين خطية، وديتهم للبيت. فالصبح طلعت على الشغل، رجعت العصر أشوف البنات كلهم تمام يعني مو مرضى. فأني أكيد فرحت كثير، فسألت نارين شنو هالسبب شنو صار. يعني قالت لي أكيد أني البارحة ما قدرت أحكي لك، لكن أشكر الله وشفيع القرية مار جورجيس أنه هو صراحة خلى إيده على أطفالنا بالليل وإحنا النيام، وأنا شفت هذا الشيء. قالت طلع وإجا خلى إيده على أطفالنا، وهاي أكيد فنعمة كلش عظيمة. يعني قلت لك شفاعة القديسين إلنا نعمة كلش كبيرة، فأكيد أشكر العائلة المقدسة، أشكر مار يوسف دائما اللي هو شفيعي، وأشكر مار جورجيس اللي هو أيضا شفيعي وشفيع القرية وشفيع عائلة. ربي قوي إيمانك أكثر وأكثر شماسنا وإيمان هالعائلة المباركة، وأيضا شفاعة جميع القديسين مع جميع متابعي قناة القيامة. نتكلم على الخدمة الحالية. الشماس الإنجيلي نذير داود ياقو الهربولي مسؤول شمامسة كنيسة مار جورجيس بيرسيفا، حاليا راعي هالكنيسة أبونا جوني داود سلامنا إله. نبذة على عدد الشمامسة والشماسات بالكنيسة حاليا شماسنا، تقسيم الأدوار، عندكم تدريب لو لا، دور أبونا جوني في دعم الشمامسة، نصائح الكم خاصة هو متمكن بالمقامات، إمكانية صوتية، يعرف كثير بالحضرة، كثير أمور. شنو رأيك شماسنا؟ أكيد والنعم. بالنسبة للشمامسة والشماسات أكيد نشكر الله على بيرسيفي، هي ولادة. يعني أقول دائما كنيسة مار جورجيس بيرسيفي ولادة بالشمامسة والشماسات.
فمن وقت اجيت على بيرسبي لحد اليوم انه اكو بعض الشماسات يتزوجون يظهرون، يعني اذا راحوا تنتين يطلعون اربعه، فهاي نعمه كبيره كثير اكيد للقريه نشكر الله عليها. الصراحه عندنا تقريبا 7 إلى 8 شماسات مرسومات، يعني قارئيه رسامه القارئيه. عندنا الشمامسه الرسائليين كانوا كثيرين لكن قسم سافروا الى الخارج، اليوم موجودين عندنا 3 شمامسه رسائليين، وعندنا قارئين تقريبا 6-7 قارئين موجودين في القريه. فهي ايضا اكيد مليانه الحمد لله نشكر الله عليها. ماذا عن تدريب الشهري الاسبوعي للشمامسه والشماسات؟ عندكم تدريبات؟ اكيد اكيد اكيد، مثل ما قلت لك ابونا جوني الله يحفظه ويقويه، بالنسبه للخدمه اكيد كثير كثير، يعني دائما ينطي دورات، ينطي تدريب، دائما يسوي اوقات للتدريب، مثلا بالاسبوع مره كان دائما يدرب، خاصه المناسبات، يعني مناسبات الدينيه، الاعياد الكبرى وغيرها، دائما قبل الاعياد دائما مثلا يوميا عندنا لقاء مع ابو نجوني للتدريب، تدريب الشمامسه والشماسات على الحان، على الطقس، على مود الاصوات الطبقات، يعني كثير كثير دا يساعدنا ابو نجوني بهاي الامور، يعني صراحه هو دا يخدم كثير دا يتعب معانا، لكن اكيد الله يكافيه دائما بالموفقيه والصحه اكيد. ما رأي شماسنا بدخول المرأة إلى خدمة الشماسية؟ قلت لك الكنيسة بالنسبة إلي هي مو بس الرجل، يعني الرجل هو كل إنسان يخدم الكنيسة، لأن يسوع ما قال مرأة أو رجل. أنا يعني بالنسبة إلي الشماسة، عندنا الشماسات اللي موجودات حاليا في بيرسبي صراحة أقلك يمكن أكثر دا يخدمون من عندنا من الشباب. ليش؟ لأن هم دائما متواجدين، الوردية هم دا يقومون بها، صلاة الرمش هم دا يخدمون، فأكيد قلت لك الشماسات كثير كثير هم عندهم وزن في داخل الخدمة داخل الكنيسة. فصراحة الشماساتنا نشكر الله عليهم والله يقويهم، دائما دا يخدمون الكنيسة، دائما متواجدين بالكنيسة يمكن أكثر من عندنا، لأن نحن تعرفين أكو التزامات بالعمل وهم متواجدين، فهي اكيد نعمه كبيره واحنا نشجعهم على هذا الشيء، ودائما نصلي لهم على دائما يزيدون ويتشجعون، دائما يقومون يقدرون يخدمون الكنيسه. امين. ماذا عن تقسيم الادوار؟ عندك دور بيها؟ اكيد بالنسبه لتقسيم الادوار هي ابونا جوني حاليا هو يعني من فتره هو اللي يقسم ادوار، مثلا خاصه بالقداديس، مثلا المسائي والصباحي، دائما هو يقسم الأدوار، كل واحد ينطي دوره. فأكيد أشكر أبونا جوني على هاي النعمة أيضا، لأن كثير يعني نتساعد في هاي الأمور، فأكيد أشكر أبونا جوني عليها كثير. بعام 1998 صرت شماس رسائلي، 2013 شماس إنجيلي. شو اختلف بالخدمة؟ شن هي الوزنة اللي شفتها زادت أكثر؟ أكيد بالنسبة للشماسية يعني الرسائلية، الخدمة كانت تعرفين يعني تحبين تروحين أو ما تروحين هاي تعرفين، لكن أنا كنت دائما تعرفين ابن الكنيسة من بداية قلت لك أنه دائما كنت دائما أحضر صلاة الرمش، الوردية، الأخويات، التقويات اللي تصير بالكنيسة دائما أتواجد بيها، لكن مو مثل الشماسية الإنجيلية. الشماسية الإنجيلية هي وزنة أني حملتها، فلازم أخدم، أريد أو ما أريد لازم أخدم، لازم أخدم بحب، لازم أخدم بتواضع، لازم أخدم من كل قلبي، يعني لازم أقدم هاي الخدمة. قبل يعني ما كانت يعني قوية، ما كانت يعني أنت ملزم أنه تقوم بهاي الخدمة، لكن من أخذت على عاتقي أو حملت هاي الوزنة أكيد لازم أطيع رؤسائي، أطيع سيادة المطران،
ايش ما يقول لي اكيد لازم اطيع دائما في كل صغيره وكبيره، وايش ما يقول لي اكيد لازم اسمع، لازم اطيع الكنيسه، لان هو هنا هو اب الكل. يعني بالنسبه للكنيسه، ايش تطلب من عندي الكنيسه؟ لازم اقوم بالخدمه، لان هذا واجبي، خادم، انا خادم بالكنيسه، لازم اخدم، خادم المذبح. نعم، تكلمت تواضع ومحبه بيناتكم الشمامسة والشماسات، هذا الشيء كيف يتم انعكاسه؟ صار سوء تفاهم، احد يريد ياخذ دور شخص اخر، هالشكل امور شلون حتصير حمام السلام شماسنا؟ اكيد بالنسبه للشمامسة والشماسات نشكر الله، هو هاي قلت لك نعمة كبيرة لمن يكونون متفاهمين. وأبونا جوني مقسم الأدوار، يعني منطي أدوار للكل، فشي نظامي، فشي كلش حلو. إذا صار مثلا في بعض الأحيان واحدة من الشماسات زعلت، أو واحد من الأخوة الشمامسة مثلا يزعل أو يأخذ من خاطرة، نعم، من الكنيسة، من الشمامسة، من الكاهن، كلتنا بشر بصراحة. أكيد أكيد كلتنا ضعفاء، كلتنا خطأ، فأكيد كثير من الأحيان أنا أتوجه إلى للبيت، أقعد معه أفهمه أنه نحن هي خدمة، هي مو فتشي يعني واحد يسوي أبها أو يتفاخر أو كذا، هي مو افتخار، افتخار إلا بصليب يسوع المسيح مثل ما يقول مار بولس. فأكيد نحن غايتنا هي خدمة، لا أكثر ولا أقل، لنخدم الله، الله مسوينا عملة في كرمة، فلازم نخدم هاي الخدمة. فدائما أشجع مثلا أساعدهم أنه يعني يبتعدون عن هاي الأمور، يتجاوزون مثلا هالأمور اللي صارت، أنه يعتذرون واحد من الآخر، يعني فهاي نعمة كبيرة. أكيد أيضا الله أنطاني إياها على مود أقدر نتساعد بيناتنا. إذن مهمة جدا كل شماس وشماسة يتقبل ثقافة الاعتذار. أكيد. آمين يا رب. شماسنا وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، نتمنى نختمه بأحد الصلوات، ما أدري مدراشة إذا محضر لنا أي شيء من اختيارك. مدراش. تمام. هذا المدراش هو للكل يعني. حنين حنانا حنين ملي رحمين وشوق لحباي دورات تياوي. آمين يا رب، تسلم، صلاة مقبولة. الشماس الإنجيلي نذير داود ياقو الهربولي، مسؤول شمامسة كنيسة مار غورغيس بيرسيفا العراق. نتمنى توصل سلامنا لجميع أبنائنا في قرية بيرسيفا. رانا أكيد يوصل. جميل. متابعينا نشكر حسن تواصلكم معنا. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. تابعونا وحلقات أخرى متنوعة. متنا حيصاب راب لأخو مريم شبحين أندت فارو
فادخل برياتا هولا بحنانا.